السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا معكم أيوب خاتم مدير المعهد. اليوم راح نتكلموا شوية على واحد نقطة حساسة. علاش؟ لأنه كثر اللغط في هذا المجال. كاين كثير من الناس تتحدث على التدريب، كاين اللي يقول لك التنمية البشرية، واحد يقول لك تطوير الذات، تنمية الذات، كاين الأسماوات أو الأسامي تختلف والمسميات تختلف، ولكن الإشكال اللي هو حاصل هل وشنو هو الصح وشنو هو ماشي صح. ولا كاين عندنا تقريبا نوعان من المؤيدين ونوع من الناكرين لهذا المجال تماما. اليوم حبينا نتكلموا على بعض النقاط اللي ممكن تخليك تعرف هل الفورماسيون تاك تشوف فورماسيون معينه، اذا تشوف شفت دوره معينه كيفاش تعرف هل هذا الدوره is worth it، هل هذه الدوره تسوى المال نتاعها، ولا هل هذه الدوره تسوى الوقت نتاعك، لانه هذا هو في الحقيقه اغلى حاجه نتاعك والاستثمار نتاعك من الجهد والوقت نتاعك في دوره معينه. احنا نعرفوا وشنو هي المعايير اللي تخلي انفورماسيون ولا دوره معينه مهمه مفيده، وشنو هي المعايير اللي تخلي دوره ما عندهاش معنى، وفي بعض الاحيان اللي تخلي دوره حتى تكون دجل وليست حقيقه. اذا الحاجه الاولى اللي لازمنا نعرفوها هي انه كاين عده اشياء لازمنا نديروا لها تقويم لما نجيو نديروا فورماسيون معين. كنت انت عندك نقص معين في مجال معين، حاب تدرب في مجال اللغات، حاب تدرب في مجال عندك مشكل معين مثلا في اداره الوقت، عندك مشكل معين في التعامل مع الناس في التواصل. اذا لازم يكون كاين اشكال معين، هذاك الاشكال هو اللي يخلينا نروحوا باش نديروا انفورماسيون، باش هذيك الفورماسيون تعطي لك مجموعه من المعارف والمهارات والمواقف اللي تخلينا نقولوا باللي هذا الانسان ممكن يتطور بعد هذه الدوره. ولكن باش نعرفوا اذا انسان معين هل راح يتطور بعد دوره معينه، هل راح تفيده هذه الدوره ولا لا، لازم يكون فيها مجموعه من المعايير. اول حاجه هو محتوى الدوره، بمعنى انك جاي ندخل في دوره معينه لازم لي نسال نفسي السؤال هذا، هل محتوى التدريب غني معرفيا، وهل يقدم معلومات حديثه مواكبه للعصر؟ لانه حتى بعض الاساتذه مثلا حتى في الجامعات وحتى في المؤسسات يعطي لك موديول يقري موديول، ولكن المفاهيم اللي موجوده فيه قديمه جدا، بالتالي المحتوى يكون ضعيف. اذا اول حاجه لازمنا نعرفوا هل هذا المحتوى غني معرفيا، معناها فيه حقيقه محتوى معرفي حقيقي وفيه معلومات ايضا تكون حديثه ومواكبه للعصر. الحاجه الثانيه متعلقه باسلوب التدريب، وهنا نشوفوا مدى مراعاه الاسلوب للاختلافات الفرديه لسياق التدريب، معناها هل المدرب هذايا راهو يعرف كيفاش يجيري التدريب في حد ذاته. معناها احنا نتكلموا هنا على المانجمنت، نتكلموا على اداره التدريب في حد ذاتها داخل الدورة التدريبية، لأنه التدريب يبدأ مقبل، ما يبداش في النهار اللي يبدأ المدرب يدرب، يبدأ قبل، يبدأ في التحضير ثم إلى مرحلة التنفيذ ثم إلى مرحلة أخرى اللي هي مرحلة ما بعد التدريب، وكلهم فيهم تقويم. معنى لما نجي نديروا التقييم أو الإيفاليواسيون، التقييم هذا يكون قبل في المرحلة القبلية في مرحلة التدريب وفي مرحلة ما بعد التدريب. إذا قلنا نقيموا محتوى الدورة، نقيموا أسلوب التدريب، نقيموا مدى المعارف المكتسبة، وهذا جانب بسيط جدا وقديم أصلا في هذا الباب، واللي هو الجانب اللي ينظر للمعارف الجديدة اللي اكتسبها المتدرب، ونقطة مهمة جدا ومدى نفعها في حياة المتدرب ولا بالنسبة للمنظمة إذا كان عندها علاقة بالمنظمة. إذا نقطة مهمة جدا أني نعرف أن التدريب هذا هل هو مفيد أم لا. إذا ماشي لازم يكون فقط مجموعة من المعلومات ولا مجموعة من النظريات ولا مجموعة من الأفكار ولا مجموعة من المشاعر، إذا هذه ما تكفيش، بالعكس لازم يكون فيه جانب معرفي حقيقي كوجنيتيف، ولازم يكون فيه جانب أيضا سلوكي behavioral، ولازم يكون فيه جانب أيضا عاطفي emotional، ويعطينا كلها كي نجمعهم لازم يكون عندها فائدة، لأنه العلم حتى العلم فيه علم ينفع وعلم لا ينفع، هذا علم، معناه حتى المصنف علما وفي علم لا ينفع، والإنسان يتعود من العلم الذي لا ينفع، وبالتالي الإنسان لازم له يكون عنده باب يفكر قبل ما يدخل دورة معينة ولا قبل ما يدخل تدريب معين. صح، نزيدوا نكملوا. حاجة الأخرى التي تؤثر بدرجة كبيرة جدا على التدريب هي مهارات المدرب، هل هذا المدرب متمكن في هذا المجال ولا لا. ما يكفيش يكون عنده مهارات فقط في الإلقاء ولا في التعامل مع المتدربين، لأنه هذو مهارات عملية لازم يكون عنده، ولكن كذا الإدارة تاعه للتدريب من المعايير المهمة في التقويم وتمكنه من المجال. أنا مثلا جي تقول لي يلا دربني في مجال معين، لا أدري في مجال الطبخ ما نعرفش، ماهوش المجال نتاعي، وبالتالي ما نقدرش ندير دورة في هذا المجال.
إذن فاقد الشيء لا يعطيه المدرب، لابد أن يكون متميز في المجال اللي راه يدرب فيه، لأنه هذه الخبرة التي اكتسبها في مجال معين وهذه المعارف والسلوكات الذي هو أصلا يكتسبها في هذا المجال يقدر يقدر ينتقل فيها وينتقل بها إلى متدرب. أما إذا كان هو لا يكتسبها، إنسان مثلا ما عندوش لا ما يعرفش يتكلم لغة مثلا ويجي يقريك في لغة معينة، هل هذا ممكن؟ أكيد غير ممكن، وبالتالي هنا راه دجل. إذن لابد من تمكن المدرب من المادة التي يقدمها، لابد أن يكون محتوى الدورة التي يقدمها أيضا كبير، معناها غني معرفيا، يقدم معلومات حديثة ومواكبة للعصر. لازم يكون عنده أسلوب، أيضا أسلوب مهم راح نتكلم على الشهادات بعد قليل، لأنه كان تعليق على الشهادات وهذه أيضا سؤال يعود يرجع دائما، ماذا بي نتكلم عليه بعد قليل. صح، إذن التقويم نقوم أيضا أسلوب تدريب، نقوم مدى المعارف المكتسبة، نقوم مهارات المدرب، نقوم مدة التدريب وسرعته. وهنا نتسألوا هل مدة التدريب كافية لتغطية الاحتياج التدريبي، لأنه أي تدريب مبني على احتياج تدريبي. إذا ما كانش الاحتياج، إذا ما كانش لبوزوان، قال الإنسان هذا هو متمكن في إدارة الوقت، يروح يدير دورة في إدارة الوقت ما عندهاش معنى، لأنه هو متمكن في هذاك المجال، وبالتالي لازم يكون عنده احتياج في المجال الذي يروح فيه باش يدير فيه تدريب. لذلك قلنا المهارات والمعلومات لازم تكون حديثة، لازم تكون حاجة دائما فيها جديد، وبالتالي يكون كاين تطور، لأنه راح نشوفوا أنه في الحقيقة راح نقيسوا بين ما قبل وبين ما بعد. لازم يكون عندي القياس القبلي والقياس البعدي باش نعرف حقيقة التدريب هذا، يا هل كان عنده معنى أم لا. إذا كان التدريب مجرد تحفيز فهذا جزء بسيط جدا، ولا يكفي أن يكون دورة كاملة، وكثير من الناس في الحقيقة ركزت على هذا الجانب وبنات الأفكار انتهى على هذا الجانب. صح، وهنا ينتكلم على النقطة المهمة اللي هي تحقيق التدريب للأهداف. هل حقق التدريب الأهداف المنشودة؟ إذا دخلت أنت لدورة ولا دخلت منظمة راح تشريت انفورماسيون وهي ما عندهاش الأهداف المنوطة في هذيك من هذيك الفورماسيون، واش راهي حابة تدي منها؟ تدخلت فورماسيون مثلا تاع إدارة الوقت، واش راك حاب اكزاكتومون في إدارة الوقت؟ وشنو بالنسبة ليك وشنو معناها إدارة الوقت؟ وين راك حاب توصل فيها؟ أنت دخلت دورة تاع لغات، وشنو معناها تمكن نتاعك من اللغة هذيك؟ وين راك حاب توصل اكزاكتومون؟ تما كل ما يكون عندك هدف باين في هذيك الدورة اللي راك حاب تدخلها، تعرف شنو هو الاحتياج نتاعك، تعرف شنو هو البوزوان، ذا نيد. من خلال هذاك النيد، من خلال هذاك الاحتياج، نقدر نعرفوا شنو هو الدورة المناسبة اللي لازم تكون عندك. ماشي اي دورة تكون رنانة، تكون كبيرة فضفاضة ما عندهاش معنى كبير. هذا كيف تكون غنيا؟ هل هذه دورة جماعة معناها وشو معناها غني بالنسبة لي؟ فلا بد أن الإنسان يكون عنده مفهوم على هذا الدورة. كيف تكون؟ لا أدري، كاين واحد الدورات عندها واحد المعاني، واحد الجمل فضفاضة جدا، وهذا ربما أحد المعايير اللي تخليك تعرف هل هذه الدورة حقيقية ولا دجل. الدورات اللي العناوين تاعها فضفاضة وجاية غريبة جدا وكل شيء، عادة ما تكون دورات غير تكون تؤول إلى الدجل أكثر منها إلى الدورات العلمية اللي فيها المحتوى العلمي الكوغنيتيف المعرفي، وفيها محتوى مهاري، معناها كاين تغير. إذا دخلت دورة معينة وما صراش تغير بين قبل وبعد، هذا دجل ما عندوش معنى. معناها أي دورة باش تعرف هل المستوى نتاع الدورة هذه حقيقي أم لا، اسكو لا فورماسيون هذه حتفيد ولا لا. لأنه يا جماعة رانا في واحد الملاحظ من خلال لي كومونتير تاع الناس في لي ريزو سوسيو، تلاحظ انه اسرى واحد الشرخ بين الناس. كاين اللي يقول لك الدورات مهمه ومفيده وهي رائعه وهي كلش وهي اللي تدير لك هي ترجعك سوبرمان هي، وكاين ناس واحد اخرين يقول لك لا الدورات هي خرطي وما كانش وشعوذه ودجل. معناها رانا في ولينا شغل على طرفي نقيض، وهادو في زوج راهم ياثروا بطريقه سلبيه على تطور المجتمع وعلى انفسهم. اي واحد عنده ايمان بانه الدورات هي كلش ولا بانه الدورات هي والو، هذا راهو في الحقيقه راهو في مجال الخطر. علاش؟ لانه التفكير نتاعو مبني على نظره وحيده ولا نظره غير حقيقيه لحقيقه الدورات. اذا اي دوره اي فورماسيون حاب تدخلها، لازم لك تفهم علاش راك حاب تدخلها. وحده لازم تبدا منك، ما تبداش من لا فورماسيون، تبدا منك. هل عندي هدف معين في هذيك الدوره؟ وهل عندي احتياج لهذيك الدوره؟ اسكو راني محتاجها؟ لانه الدورات ماشي كيما نكونسومي وخلاص، لازم نعرف واش نكونسومي، حاجه اللي تفيدني. صار لها كيما الانسان يكون ياكل هيلثي، كيف دورات لازم لك تكونسومي هيلثي بالنسبه لي فورماسيون هذا. تما لازم تعرف لا فورماسيون هذه هل ستحقق لي، هل التدريب هذا راح يحقق لي الاهداف المرجوه من التدريب هذه. صح،
من بين النقاط أيضا اللي تخليك تعرف أن هذه الدورة حقيقية ولا دجل هي هل هناك قابلية النقل. وشنو معناها قابلية النقل؟ transferability. وشنو معناها transferability؟ معناها هل هذا التدريب والمهارات والمعارف والقيم المكتسبة في السياق اللي درتو في الفورماسيون هذه يمكن له أن يكون حقيقة في سياق واقعي، وبالتالي تعتبر قابلية نقل المعرفة والمهارة وتجسيدها في سياق آخر مختلف. إذا كان هذه القابلية غير موجودة فالفورماسيون هذيك مجرد كلام يخلص في هذيك الفورماسيون، مش تفرجت فيلم وخلاص الفيلم هذاك خلاص انترتينمنت، داخله في الانترتينمنت مش داخله في التدريب. التدريب لابد ان يكون فيه قابليه الانتقال، معناها انا كديت مهاره معينه كي نروح للسياق واحد اخر نبدل السياق لازم المهاره هذيك تبقى معايا، نقدر نطبقها نقدر نستعملها نقدر نوظفها. اذا كان ما قدرتش نوظف الحاجه اللي تعلمتها وتدربت عليها في مجال معين معناها ما كانش ترانسفيرابيليتي، ما كانش تدريب. انت تروح عند نجار باش تتدرب باش تولي نجار، صح؟ راح يوري لك كيفاش تخدم. اذا ما قدرتش يوري لك على مثلا طابله معينه، صح؟ انت اذا ما خدمتش من بعد نفس الطريقه ولا واش تعلمت تقدر تطبقها؟ لا، ما طبقتهاش على طابله واحده اخرى ما تعلمتش ما تدربتش. اذا التدريب لابد ان يكون فيه قابليه نقل المهاره ونقل المعلومات واستعمالها في سياق واحد اخر. وهذه هي النقطه اللي تخليك تفرق بين دورات كثيره عندها معنى ودورات كثيره ما عندهاش معنى، هي انه هل المعلومات اللي ديتها في هذيك الدوره والمهارات اللي ديتها في هذيك الدوره تقدر تستعملها بدرجه معينه. من بعد كاينه الموائمه. وشنو معنى الموائمه؟ اي درجه علاقه الموضوع بالواقع ومدى موافقته للاحتياج. زوج حاجات، درجة علاقة الموضوع بالواقع، معناها كاين بزاف لي فورماسيون كيديرها امريكي جي فور، فورماسيون مهمة مفيدة صح في الامريكان ماشي هنا. علاش؟ لانه الواقع مختلف السياق مختلف، وبالتالي لو كان تتعاود دير لا ميم فورماسيون اللي دارها شخص اخر امريكي في امريكا ماشي بالضرورة راح تكون فورماسيون مليحة وماشي بالضرورة راح يكون تدريب مفيد. علاش؟ لانه السياق مختلف. اذا في السياق لازمنا نراعي الموائمة، أي درجة علاقة الموضوع بالواقع ومدى موافقته للاحتياج. وهذه نقطة تكلمنا عليها قبل قليل وقلنا باللي بلا احتياج ما عندناش تدريب، إذا ما كانش احتياج للتدريب ما عندناش تدريب. إذن هذه نقطة مهمة. ثانيا نقيس أيضا الفاعلية، معناها تطبيق المكاسب والفاعلية. بمعنى في هذا الجانب نشوف الاحتياج الذي تطبق عليه ولا نطبق عليه مكاسب التدريب، وإذا كان ما كانش احتياج نطبقوا عليه مكاسب التدريب ما عندهاش معنى كيف كيف. الحاجة الأخرى أيضا الفاعلية، هل صار المتدربون أكثر فاعلية وأفضل من الناحية الإنتاجية، معناه صار يعطينا حاجة أفضل بعد التدريب منه للتدريب. إذا هذه أيضا نقطة لازمنا نراجعها، أيضا مجموعة من المعايير اللي تخليني نفهم بأنه هل هذا التدريب حقيقة حقيقي فعلي مفيد أم هذا التدريب مجرد خرطي وشعوذة ودجل وما عندوش معنى. إذا كان مجرد كلام مبني على مجرد أفكار تحفيزية وفقط وتنتهي عند هذا الحد وما عندكش ولا أفكار حديثة في الجانب المعرفي ولا تدريب حقيقي في سلوكيات وأخلاقيات الفرد يمكن أن ينتقل بها إلى سياقات أخرى، فهذا في الحقيقة بالنسبة لي لا أرى أنه تدريب حقيقي. إذن ما لازمش الإنسان يكون يرتبط بفكرة معينة قال على التدريب يقول هذا مليح ولا ماشي مليح مباشرة، لازم له يكون يصنع الفرق بينهم. نشوفوا بعض الأسئلة، ربما كان واحد سؤال مهم جدا. نعم حكيمو يقولنا هناك بعض الناس يحبون إقامة دورات من أجل الحصول على شهادة معتمدة وفقط، ما رأيك في هذه النقطة الحصول على شهادة وفقط؟ يا جماعة أنا أكفر بشهادات بدرجة مباشرة كبيرة جدا، صح؟ بمعنى الشهادة تجيبها روحك وتفيد بها روحك، صح؟ أما أنك تشوف باللي تخدم ولا تدير دورة على جال الشهادة هذه ما عندهاش معنى كبير، لأنه مثلا لغة إنجليزية أنت جاي تقرأ لغة إنجليزية مثلا، إذا ما تمكنتش من الإنجليزية حتى شهادة في العالم ما راح تعوض التمكن نتاعك في هذاك المجال. معنى أحسن شهادة هي أنك تولي متمكن من المهارة هذيك وتطبقها وتنفذها. والآن الترند العالمي الآن ينتقل إلى إزاحة الشهادات درجة كبيرة، فراح يكون عندها شوية معنى شغل تحطها هكذا تشبح بها. احنا مشبحين بعض الشهادات هنا في المعهد شبحوا بها، ولكن بالنسبة لنا المعرفة اللي وراءها هي الذي يهم، ليست الشهادة في حد ذاتها. فالشهادة في حد ذاتها ليس لها معنى كبير إذا كان ما كانش موراها المهارة ولا المعرفة اللي عندها علاقة بهذه الشهادة. فيا جماعة ما تحوسوش على شهادة الدرجة الأولى، وهذه معتمدة شوية تحبس الكلاس، معتمدة دوليا عالميا كذا.
ما عندهاش معنى كبير. هذا مصطلح الاعتماد العالمي والدولي ما عندوش مصطلح كبير. هذا كيكون فلا سيرتيفيكاسيون حقيقيه في مجال معين. قال انت مثلا عندك شهاده تاع ايزو مثلا، قال بلي راك تحترم مجموعه من المعايير في هذاك المجال، صح؟ هذيك الشهادات اللي الناس تحوس عليها لا سيرتيفيكاسيون ثم. اما انك تتكلم على شهاده فقط، شهاده حضور ولا شهاده مشاركه في برنامج معين، فهذه الشهادات في الحقيقه مجرد تحطها في متحف الشخصي نتاعك، برك تكون عندك هذيك، ولكن ما عندهاش معنى كبير. فاللي يبني الفكره نتاعو على الشهاده اظن انه مخطئ درجه كبيره جدا. صح وليد، قلنا للاسف يوجد اناس يحوسوا يدخلوا دراهم برك ويديروا دورات في اي مجال وامور لا ناقه لهم فيها ولا جمل، تصيب معلوماته مقتبسة من الانترنت، ما تستفاد حتى شيء، همه الوحيد جمع المال، وأحيانا تجد دورات حول أمور غير مفيدة، لكن ضعاف العقول يصدقون كل شيء ويدفعون بهدف أنهم سيرتقون بمستواهم، لكن تراهم في الحضيض موفق في عملك آخر اليوم. والله الحقيقة أنه الإنسان شوف لازم وعي كبير، لازم منا نديروا بالنا، وكلنا عندنا دور في هذا الجانب، في هذا الباب. لازم يكون عارف هل حقيقة هاد لا فورماسيون راح تفيد، وهل هاد الإنسان معناها عرفت. أنا نعاود نرجع كي يسقسوني يقول لي أنا ندير هاد الدورة ولا لا، عندي زوج أسئلة للشخص اللي يقول لي أنا راني حاب ندير واحد الدورة. السؤال الأول هو واش دير بها؟ اسكو تحتاجها؟ اسكو هاد الدورة داخلة في الاحتياج التدريبي نتاعك؟ صح. ثانيا شكون المدرب؟ أنا بالنسبة لي هذوما زوج حاجات المهمين جدا في أي دورة تبدأ، هذوما زوج الأسئلة الأولى. من بعد تروح الأسئلة واحدة أخرى أكثر عمقا، لكن ماشي السؤال، الأسئلة المهمة ماشي أشكو فيها شهادة ولا لا، الإطعام كيف، الأسئلة ما هيش هي الأسئلة المهمة في الدورات. لازم لك تفهم السؤال المهم هو هل هالدورة فيه فائدة راح تفيدني بعد الدورة، أما في وقت الدورة هذه ما هوش هو الأهم. الأهم هو بعدها، أشكو كي نخرج من الدورة هذه راح ندي حاجة اللي نقدر نخدم بها، معناها تقدر تفيدني في حياتي العملية فيما بعد. حكيم يقولنا معظم الدورات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وكسب المال بطريقة غير مباشرة، مدتها 3 إلى 4 أيام فقط، وبعدها تأخذ شهادة غير منتفع بها. ما رأيك في هذه النقطة؟ صح. بالنسبة للساعات، لعدد الساعات، يا جماعة احنا عندنا ثاني واحد الخطأ كبير صاري، احنا نشوفه باللي لازم يكون وقت طويل باش تتعلم حاجة، وهذا موش حقيقي. صح. تتعلم وقت طويل اذا كنت تتخصص في هذاك الشيء. اذا كنت تتخصص في هذاك الشيء لازم لك واحد 10,000 ساعة باش تولي متخصص بارع في شيء معين. اما اذا كنت تحوش تكتسب مهارة معين، فمجموعة من الساعات تكفي. لاحظ غير في الجامعة شحال راك تقرا في الموديول، موديول معين شحال راك تقرا فيه من ساعة، كي تجمع كامل عدد الساعات في السمس تصيب اللي قريت 18 ساعة 21 ساعة، تقسم هذه 18 ساعة على ايام تصيبهم في ايام في الحقيقة او 4 ايام. يعني لازم لك تشوف ماشي الحجم الساعي ماهوش هو الاهم، وانما علاقه الحجم الساعي بما تريد تدربه. احنا تكلمنا عليها قبل قليل وقلنا مده التدريب وسرعته، وقلنا هنا نتسالوا هل مده التدريب كافيه لتغطيه الاحتياج التدريبي، وهل سرعه التدريب تتناسب مع مختلف المتدربين الثانيين اللي موجودين. اذا هذا هو السؤال اللي نطرحه في هذا الباب. وشيء اخر، ربما كان اسئله اخرى. اهلا خويا رياض، من هم مدربين فقط أو من اسمهم مدربين محترفين؟ وذكر الأستاذ يقوم به فقط، من هو متمكن ومختص مجال التدريب في حد ذاته؟ حقيقي نعم، للأسف قليل المدربين الحقيقيين اللي موجودين في الـ في الـ في الـ في السوق، كل بساطة لأنه اسم ولا تيتر تاع مدرب صار أي إنسان يقدر يقول أنا مدرب، يقدر يقول أنا مدرب، ولكن الحقيقة هي هل يستطيع فعل ما يفعله المدرب؟ لأنه حقيقة المدرب شنو هو؟ الكوتش ولا الفورماتور ولا الكونسلتون ولا بمختلف أنواعهم، وشنو لازم له يدير؟ لازم يكون قادر أنه يبدلك، يصرى تغيير. كنت حاجة ما تعرف لهاش تولي تعرف لها خير، كنت حاجة ما تقدرش ديرها تولي تديرها خير. شوفوها من الحرف البسيطة، معناها نبدأها من الحرف البسيطة. فإنسان حبي يولي حداد، حبي يولي نجار، الأصل لأنه تاع التدريب أو جاي من هذاك الأصل to train، معناها لازم يوري لك بعد كي تغلط يقومك شوية ويعطي لك حاجات لزوتي اللي من بعدها تنقلهم تستفاد منهم بعد ما هو يروح. أما إذا كان هو يعطي لك فقط كلام يخلص نهار الدورة فيه تحفيز عالي، ومن بعدها ما كاش فائدة بعد الدورة، ما كاش تستفاد، ما كاش تخدم بحاجة اللي ما كاش تكمل، ما كانش تواصل موراها. شوف الدورة اللي ما تخليكش تدير حاجة موراها ما يش دورة، الدورة اللي ما تخليكش تستفيد من الحاجة اللي ديتها
باش توظفها بعد الدوره، بعد ما تخلص وينتهي هذاك اليوم وهذاك الشهر وغير ذلك، ما هيش دوره قويه جدا، لانه يعني الدورات تصنع الفرق مباشره. صح. الله يهدينا. صح، كاين كثير من الناس لاجل المال. شوف، هي لازمنا حتى نراعيو القيمه تاع الدوره على حساب واش راح تبدل لي، لانه كاين مشكل ثاني ايضا في القيمه، في القيمه تاع دوره معينه ولا في قيمه تاع شيء اخر. صحيح، الشيخ محمد يقول ياكد لي على الاطعام كيفاش. صح، كاين اللي يشوفوا هذه الدورات داينين اند واينين. اكشلي هناك بعض الشركات تقدم دورات مجانيه بغرض تسويق منتوجاتها. مثلا مؤخرا شفت شركه مختصه في الطلاء الحديث تقدم دورات مجانية للشباب، من جهة الشباب يستفيد، ومن جهة أخرى شركة تسويق منتوجاتها بطريقة ذكية. نعم، وهذه من بعض الاستراتيجيات التسويق اللي يديرها الشركات اللي عارفة واش راهي دير. علاش؟ لأنه هذاك راح يولي كليون في الحقيقة، على هذيك يديروا لهم لي فورماسيون. صح، كاينة قاعدة في العالم هذه كامل، الشركة اللي ما ديرش دي فورماسيون للموظفين نتاعها هي شركة ما عندهاش معنى. فأي شركة لابد أنه يكون عندها دورات للموظفين نتاعها. علاش؟ لانه الستيت اوف ارت دركا، ورانا واصلين في العلم دركا، ورانا واصلين في المهارات دركا، ما راهوش هو وين راح نوصلوا للمهارات بعد اسبوع، بعد شهر، بعد عام، بعد عامين. معناها لازم يكون كاين تطوير دائم مستمر، ما يكونش حاجه فقط عندها فقط افيمير ثم وتخلاص. لا، هذيك لازم يكون عندها مستوى دائم مستمر، والمؤسسات لازم تدير الدورات المستمرة. أخي طارق، صح، اللي حب يحضر دورة مثلا من أجل المعرفة في هذاك المجال ولا يكون عنده فكرة على هذاك المجال هذا شيء آخر، ولكن الدورات الأصل نتاعها، الأصل الدورات هي أنه تكسب مهارة تستعمل، هذا هو الأصل نتاعها. أما أنه يدخل الإنسان من أجل الاطلاع، هذه ممكن الإنسان يديرها، ولكن في كثير من الاحيان في الحقيقه راح يحسب انه اذا ما كانش عنده لانتيري الاهتمام هذاك كبير، راح يكون اختلاف بين سقف التوقعات وبين ما قدم له حقيقه. هل من الممكن ان يدرب الانسان نفسه بنفسه استاذ، يعني في بعض المجالات كالتعليم على سبيل المثال؟ بالنسبه للتدريب الاوتو ليرنين ولا الاوتو ترينين، موجود الى درجه معينه. معناها اي انسان له من تدريب نفسه الباع الكبير، معناها اي انسان عنده يقدر يدرب نفسه الى درجه كبيره جدا، ولكن يبقاو حاجات مهارات لازم واحد عنده خبره في هذاك المجال. مثلا الاستاذ محمد، الان عندك بعض المهارات اللي كان واحد قاري فقط نظريا على مجال التعليم، مع انت واش تقدر تمدلو؟ تقدر تمدلو حاجه اللي هو ما قدرش يقراها في التيوري. علاش؟ لانه المجال، الانسان اللي يكون خاض في هذاك المجال وجازوا له واحد التحديات معينه، راح يكون حتى الطريقه اللي يحكي بها على المجال اللي راهو يحاول يوصلوا للناس راح تكون مختلفه. فنقطه مهمه هي انه الانسان لابد ان يدرب نفسه، هذه نقطه، ولا بد ان يتدرب ممن هو افضل منه في ذلك المجال، وكل واحد عنده افضل منه في هذاك المجال. معناه احنا دائما رانا وفوق كل ذي علم عليم. فالانسان اللي يعتقد انه خلاص تمكن وانه خلاص تطور في مجال معين مهما كان هذا المجال، هو انسان في الحقيقه وصل للعود، وصل للقاع. لانه كل ما الانسان تطور في سلم التعلم، من المفروض انه يكتشف صغر علمه في هذاك المجال. قد ما تعرف على حاجه اكثر، قد ما تعرف بلي شحال مازالك بعيد على انك تعرف في هذاك المجال. وبالتالي اذا حس الانسان انه عرف بزاف على مجال معين، فيعرف بلي ودي راهو بعيد، وبلي في الحقيقه مازال كاع ما بداش يتعلم في هذاك المجال. حكيم يقولنا هناك وكالات للسياحه والاسفار تنشر باقامه دورات خارج الوطن مثل اللغه الانجليزيه وبريطانيا لمده 20 يوم فقط، 10 ايام دوره و10 ايام جوله وسياحه وتكلم باللغه الاجنبيه لتلك الدوله. هنا في الحقيقه سيت اون اكسبيريونس ديميرسيون يسموها، هذيك شغل تجربه تاع انك تجرب بلد معين، ماهوش في الحقيقة تعلم 100%. لأنه حتى التعلم، شوف، التعلم مبني على الأهداف. إذا ما عنديش أهداف معينة في التعلم، وين راني حاب نوصل؟ قال أنا حاب نتعلم لغة في 10 أيام هذيك. أنا في بعض المرات كثير من الناس يطلبوا مني، قال درنا دورة مكثفة في تعلم اللغة الإنجليزية،
قلوا مش ممكن انه يكون عندك دوره مكثفه مباشره 5 أيام ولا 10 أيام تولي تهدر اونجلي نورمال، ما كانش منها. انا ما نعرفش هذه حد الان، العلم اللي عندي ما وصلنيش اني نوصل لهذا المستوى. لماذا؟ لانه يحتاج واحد التطبيق، يحتاج واحد شغل، لازم لها تخمر شويه الفكره، لازم لك تعرف علاش، لانه احنا نكري واحد الباث في مخك كي تدي معلومه جديده ولا كي تتعلم مهاره جديده، واش راح يصرى لها مهاره ولا المعلومه الجديده هذيك راح تولي عندها باثواي في النيورون تاعك، لي سينابس راح يتشكلوا باش يشكلوا لك مجموعه تاعهم هكذايا، راح يشكل لك هذيك المعلومه. صح، هذيك المعلومه راح تكون شويه ما راهيش سوليد، ومن بعد كل ما تعاود ترجع ليها كل ما تزيد تولي سوليد اكثر وتولي ثابته في الميموار اكثر وتولي تستعملها. لانه حتى في المعارف والتدريب اللي ناخذوه راح يكون من الاول باسي، معناها من الاول راك عارفه بصح ماكش تطبق فيه، شغل حتى تعاود تقراه تقول ايه هذه نعرفها. صح، هذا راهو باسي. صح، من بعد باش يولي اكتيف لازم له مرحله اخرى، لازم له يولي كونسوليديتد، تزيد تبني عليه باش يولي عندك حاجه تقدر تطبقها. فهذه في مجال اللغات مثلا، عدد المفردات اللي تعرفها واللي كي تقراها تفهمها عدد كبير، بصح عدد المفردات اللي صح انت راك تستعملها هو عدد اقل من ذلك بكثير. علاش؟ لانه الباسيف نوليدج اكبر من الاكتيف نوليدج. عدد المعارف والمعلومات والمهارات اللي راك كي تتلاقى بها تعرف باللي هذيك المعلومه شغل يصرى لك معرفه ريكوجنيشن، اكبر بكثير من عدد المهارات والمعارف اللي راك دير لها اكتيفيشن اللي انت راك تستعملها. وبالتالي هنا كاين شويه فرق بين هذين المبدئين. اذا هذه حبيت ندير فقط هذا الفيديو البسيط باش نخرجوا بواحد الفكره اللي هي انه الانسان لا يذم ولا يمدح مطلقا. فالتعميم مهما كان التعميم عاده التعميم لا يصلح مهما كان اصل التعميم هذا، فلازمنا دائما نرجعوا للمعايير، المعايير الاصليه العلميه اللي عندها مراجع علميه نرجعوا باش نقيسوا بها. لانه من المغالطات انه الانسان مثلا صارت له تجربه معينه، صارت له تجربة سواء إيجابية ولا سلبية يبني عليها ويدير عليها حكم مطلق، فهذه من المغالطات الفكرية. فالإنسان لازم له يبني على أمور حقيقية. فإنسان إذا حاب يدير دورة معينة ولا يدخل فورماسيون، لفورماسيون ماشي قاع ملاح وماشي قاع ماشي ملاح. وزيد لها احنا في الجزائر عندنا واحد الإشكال اللي هو المصطلح في الوطن العربي قاع ماشي في الجزائر، عندهم مصطلح التنمية البشرية واللي أصل المصطلح أصلا في حد ذاته خاطئ استعمالا، فاستعماله في غير محله. لو كان تروح تشوف هيومن ديفلوبمنت في الوست عندها معنى وعد اخر، عنده علاقه بالشعوب، عنده رابور يخرج كل عام من طرف الامم المتحده، حاجه وعد اخرى، ماشي هذيك هي الحاجه اللي نقصدوها احنا كي نقولوا تنميه بشريه ولا تطوير ذات ولا تنميه ذات. وبالتالي اصلا المصطلح غلط، فما بالك في فحوى الدورات ولا في محتوى لي فورماسيون اللي تندار. اذا الانسان النصيحه الاخيره اذا حاب يدخل انفورماسيون يشوف هل عنده احتياج تدريبي في هذاك المجال ولا لا، اسكو راهو حاب يتعلم حاجه في هذاك المجال ولا لا، ولو من باب المعرفه كما تكلم اخي طارق في هذا الباب، معناها حتى ولو كان حاب تدخلها من جانب انه يكون عندك معرفه فيها، المهم يكون عندك احتياج، حتى ولو كان هذا الاحتياج معرفي برك ماهوش مهاره، المهم يكون عندك فيها احتياج. الحاجه الثانيه انه هاد الدوره شكون يقدمها، هل اللي قدم دورة هذا، هل الفورماتور هذا متمكن من هذاك المجال، واش راح يقدم لنا فيه، ما هو الذي وشنو هي الامور اللي احنا نوصلوا فيها، باش نحط اكسبكتيشنز، باش نحط توقعات، قالها وسقف التوقعات نتاعي من خلال هذه الدوره اللي راح ندخلها ولا من خلال هذه لا فورماسيون. صح، وباش من بعد كاليبري تعرف اسكو راني وصلت اسكو راني بعيد، ولازم يكون عندي امور نقدر نقيس بها التطور نتاعي في دوره معينه. شوف اذا كان ما كانش تطور، ما كانش اختلاف بين قبل وبعد فهذا دجل، اذا كان كاين تطور سلبي فهذا شعوذة ودجل، اذا كان كاين تطور ايجابي معناها الناس اللي تشوفك قبل وبعد تشوفك تخدم طريقه مختلفه طريقه احسن، النتائج نتاعك اللي يمكن نقيسوها هي نتائج افضل، طريقه التفكير نتاعك والشعور الانساني نتاعك الحس الدخلاني نتاعك ايضا يكون افضل، كل هذه هي معايير مجموعها يسمح لي باش نقول بلي هذه الفورماسيون اللي دخلت فيها هي فورماسيون مفيده او غير مفيده او غير ذلك. اذا هذه هي هذا هو المبدا. اذا كان كاين سؤال ربما نجيب على هذا السؤال باش نختموا اللايف ان شاء الله تاع هذا المرحله. هل هناك سؤال معين في هذا الباب؟ اسكو عندكم كاش سؤال؟
ما المفروض ما كانش. اذا ما كانش لي كيسيون يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفورماسيون. اكيد نعم، التطبيق صار له كيما شغل، انت قطعت التذكره تاعك رايح لندن، قطعت التذكره باش تروح لندن، لازم لك تركب في الطياره. لما ركبت في الطياره وقضينا حتى صلاح، حتى ولو جبت الفيزا ودرت وشريت البي، بصح لازم لك تركب في الطياره، لما ركبت ما تروحش. فانك اذا تتعلم مهاره معينه وبعد ما تطبقهاش ما قضيت حتى صلاح. كيف كيف. هل من سؤال اخر؟ ممكن سؤال ما وراء الدوره، بعيد قليلا ولكن في نفس الفكره، تفضلي او تفضل. الله يجزيك، شكرا، بارك الله فيكم. ما هي الدورات اللي ننصح بها في مجال التعليم؟ والله أستاذ محمد، الآن خاصة في هذه المرحلة هناك دورات كثيرة جدا متعلقة خاصة بمجال التعليم، لأنه عندنا واحد البارادايم شيفت راهو صاري في العالم في مجال التعليم. كاين واحد الشرخ بين التعليم الحديث وبين التعليم القديم أو الكلاسيكي، صح؟ التعليم الحديث الدورات اللي موجودة فيه الآن، ربما كاين اش او سي مونريال عندهم واحد المادة علمية مفيدة جدا ويديروا دي فورماسيون ثاني في هذا الباب. كاين دورات، المهم اللي عندها علاقة موجهة نحو الطالب وموجهة نحو الفليبت كلاس روم، موجهة نحو الأمور مختلفة، معناها أمور عندها علاقة بالتدريب الإبداعي، واللي يكون فيها الدور الأستاذ يزل ما هو الذي يقدم المعلومة. علاش؟ لأنه لزمن طويل كانت المعلومة شحيحة، ما كانش كاين انفورماسيون بزاف باش إنسان يعرف واش راه صاري في مكان معين، كانت قليل انه باش يقصد الانفورماسيون هذيك، فكان لازم واحد او عارف الانفورماسيون هذيك يجوزها له. فكان دور الاستاذ في زمن معين انه هو ينير بالمعلومه نتاعو اللي واحد اخر ما يعرفهاش، ولا يجيه صعب انه يقصد المعلومه هذه. كانوا عدد الكتب قليله جدا، فبالتالي واحد اللي يقصد هذيك المعلومه باش يعاود يجوزها كانت حاجه كبيره. ولكن الان بالعكس، الان المعلومه صارت اكثر بكثير مما يعرف الاستاذ، المعلومة صارت منتشرة بطريقة أكبر بكثير مما يعرفه مجموعة الأساتذة، وبالتالي الآن صار كيف نحضر هذا الطالب إلى لزمن غير الزمن اللي رانا فيه الآن. على ذلك نتكلم على أنه الأستاذ هذا هل هو مستعد حقيقة؟ هل أساتذة اليوم راهم مستعدين باش يقريوا لنا الطلبة تاع غدوة اللي مازال ما ناش عارفين واش راح يخدموا، ما ناش عارفين واش راح يكون في السياق نتاعهم؟ إذا هل راح يكون التعليم معرفي؟ أكيد لا، لأن المعارف راهي تتقدم وتتغير. إذن التعليم سيكون أكثر شيء عنده علاقة بالintrinsic side of the human being، بالأمور الداخلية عند الإنسان. كيفاش نوجد الإنسان هذا باش يكون عنده resistance، كيفاش يكون عنده مقاومة أو يكون قادر على أنه يتغير، يستقبل التغيير ويحاول أنه ما يأثرش فيه بدرجة كبيرة جدا أو يأثر فيه بدرجة إيجابية. هل ممكن لطلاب بدون خبرة لا في العمل ولا ستارت اب يدير اكومبانيمون للمبتدئين؟ أكيد لا، صح. شوف، إذا كان من باب التعلم، لأنه كاين حتى واحد الفكرة اللي هي أنك تتعلم من خلال التعليم. إذا كان واحد تعلم فكرة حاب يعلمها فقط لأنه باش هو يزيد يتعلم أكثر، وهذاك اللي راح يعلم ويزيد يتعلم اكثر، صار لها زعما جماعه في الكلاس واحد فيهم او عارف افهم الدرس خير من واحد اخر، يقدر يوري لهم شويه فيه واش فهم، صح؟ ماشي معناها راح يولي مدرب في هذاك المجال، او فاهم شويه اكثر يقدر يوري لهم، من باب انه هو يزيد يتعلم اكثر. معناه هنا الهدف هو انه هو يزيد يتعلم اكثر، لان هذا هو المبدا، لانه التعلم بالتعليم من افضل انواع التعلم اصلا. الأخي رياض يقول لنا أستاذ أذكر لنا ما هي الطريق لتصبح مدرب جيد. صح، بالنسبة لي أول شيء هي أنه الإنسان يكون عنده القيم، قيم المدرب. صح، وشنو معناها قيم المدرب؟ معنى الإنسان يؤمن برسالة التعليم كرسالة، ماشي كخدمة، ماشي كخبزة، ماشي كمادة، لأنه هذه النقطة راح تنفي كل ما بعدها. إذا كان المدرب عنده التدريب ولا التعليم ولا انه يوصل انه يدرب عنده بالنسبه لي هي خبزه ولا هي دراهم ولا هي مال، هذا سينفي مهما كانت عنده مهارات، مهما كان عنده شيء، فعنده مشكل في القيمه في حد ذاتها. اذا النقطه الاولى هي انه الانسان يكون عنده التدريب ولا التعليم كقيمه، يشوفها كقيمه في حد ذاتها،
ماشي لما تقدمه له، ماشي لما ينجر عنها من نتائج، لأنه التدريب ممكن الإنسان يصير متمكنا في وعنده مكان اقتصادية مكان اجتماعية كبيرة، أكيد صح هذه ممكن، ولكن لا تراد لذاتها، ماشي الإنسان يريدها لذاته. إذن النقطة الأولى هي أنه يكون عنده قيمة أو التدريب كقيمة أو التعليم كقيمة. النقطة الثانية هي التمكن من المجال، وهنا لازم لك شغل يكون كالكسورها في هذاك المجال، معناها قال إنسان يدرب في المجالات التي يعرفها التي هي من دائرة اختصاصه، وهذه دائرة الاختصاص تتبدل، اليوم أنا قريت حاجة وبعد الإنسان يتطور في حاجة أخرى يولي يقدر يدربها فيما بعد. أنا ما أشرح يكون دائرة الاختصاص تبقى واحدة كل حياة الإنسان، لا، الإنسان كل ما تعلم حاجات أكثر كل ما بدأ يقدر يمد فيها أكثر. المهم تكون من دائرة اختصاصه ومن دائرة اهتمامه، لأن الإنسان يعجز عن تدريب حاجة ما يحبهاش، حاجة اللي ما يحبهاش أكيد ما راكش حتوصلها مليح، وبالتالي لازم يكون عنده تدريب مليح. صح، جينا هنا العامل الثالث وهو المنهج، اللي هي كيفاش ندير. كيفاش ندير؟ أول حاجة هي أنك تنمذج المدربين الناجحين الأقوياء. فهناك مدربين في العالم متمكنين جدا، لهم حضور رائع، لهم طرق تدريبية رائعة في كيفية إدارة الفوج، في كيفية التعامل مع الطلبة، في كيفية تمرير المعلومة، في كيفية إدخال السرور على المتدرب. كلها هذه طرق الإنسان يلاحظ كيف يفعل المدربون المتمكنون ويسيخض عليهم. صح، وبعدها كاين أنه يقرأ يدير لي فورماسيون في هذا الجانب، هذه ولو أنه هذه المساهمة تاعها ما راهيش راح تكون بنفس النتيجة كما المساهمة تاع الإنسان ينمذج المدربين المتمكنين. كما صار لها كما الأستاذ، الإنسان حاب يكون أستاذ مليح لازم له يكون يشوف الأساتذة ملاح كيف علاه كانوا ملاح بالنسبة ليه، والأساتذة اللي ما كانش يحبهم علاه ما كانش يحبهم، فيفيتي الحاجات اللي خلاوه ما يحبش أستاذ ويتبع الحاجات اللي خلاوه يحب أستاذ معين. أستاذ طارق يقولنا هل يمكن أن نطلب المحاور الأساسية في الدورة من المدرب، خاصة وأن الغالبية لا تصرح بمحتواها، ممكن في قرارات نفسية على أن محتواها يساوي الصفر؟ أكيد طارق، هذه حاجة مهمة أنه المدرب يكون من الأفضل أنك تدير معاه لقاء ولا على الأقل تسقسيه قبل ما تدخل الدورة نتاعو، غير باش تعرف المدرب هذا كيفاش راه يفكر، كيفاش اسكو راه مستعد باش يمد ما يمدش. وكاين بعض المتدربين يقول لك انا ما نمدلكش الماده، وانا هذه ما عندها، انا شخصيا شويه نهرب من هذا الجانب. علاش؟ لانه كيفاش الانسان اللي دخل في دوره معينه من المفروض يدي كل ما هو في تلك الدوره، ولو انه اتفهم بعضهم لانه كاين بزاف اللي يتعب على ماده باش يحضرها ومن بعد يجي اخر مباشره يسرقها ويبدا يخدم بها مباشره، فكاين اللي يحبوا ينقصوها في هذا الجانب، ولو انه لا ادري فيها كلام يطول. نبيلة بن طاهر تقولنا دورات تحفيظ أستاذ وش رايك فيها، هل هي مهمة؟ هناك دورات تحفيظ مفيدة، هناك بعض الدورات اللي فيها كيف تعمل الذاكرة وتنشيط للذاكرة مفيدة، كاين دورات يقدمها رياض بن سوشا والجماعة ما شاء الله، دورات فيها فائدة. علاش؟ لأنه تعطي لك استراتيجيات حقيقية، استراتيجية حقيقية تخدم بها تولي تحفظ خير. قال مقبل كنت تحفظ 12 زوج أرقام تولي تحفظ 10 أرقام، فتصيب لي كاين فرق. كل ما كاين دورة تخليك تصنع فرق بين قبل وبعد، فهذيك الدورة ممكن تكون مفيدة جدا بالنسبة لك. سؤال آخر، souvent ces formations boostent la motivation sur le coup et par la suite c'est la chute libre et la dépression. Le problème est chez le formateur ou chez moi. في زوج دركا الفورماسيون لازم كما قلنا من الاول، ما هو سقف التوقعات؟ واش راني نستنى من الدوره هذه؟ اسكو راني داخلها غير باش راح يطلع لي المورال ونحس بلي راني فور، ولا هذه دوره راح ندخلها باش نستفاد من حاجه راح نستعملها فيما بعد؟ معناها كل دوره وشنو المعنى نتاعها. الدوره اللي لازم يكون عندها شيء بعدي ثاني، لازم اسكو انا طبقت هذيك الحاجه ولا ما طبقتهاش، كما قلنا لا باسكو ركبت في الطياره ولا ما ركبتش، اسكو استعملت هذيك المهارة ام لا. فالدورة اللي ما تعطيكش حاجة تستعملها من بعد عادة ما عندهاش معنى كبير، فلازم الدورة تكون عندها معنى تدريبي، لانه كاين motivational speeches، كاين الخطابات التحفيزية بصح ما نسموهاش دورة نسموها خطاب تحفيزي، كاين فرق. الدورة فيها العملية، فيها حاجة نقدر نخدم بها نستعملها تفيدني، اما اذا كان فقط مجرد خطاب تحفيزي فهذيك حاجة واحدة اخرى. تما ما تبيع ليش خطاب تحفيزي على أساس دورة. هذا هو الإشكال اللي راه حاصل الآن في أغلب الدورات،
يبيع لك خطاب تحفيزي على أساس أنه دورة، وهذا إشكال لابد الإنسان أنه ينتبه إليه. وبالتالي المحاور تاع الدورة لازم نكون عارفها من قبل ونعرف وين راني وش راح نتعلم كمهارات وش راح نتعلم. وهذه من مبدئية التدريب. الإنسان اللي دارين دورات تدريب مدربين يقول لك أول حاجة أنك تعرف في نهاية الدورة سيتمكن الطالب من راح يكون عنده، وهذه يسموها سوابات ثانية by the end of the teaching ولا the training students will be able to، لازم نكون عندي وش راح يقدروا يديروا will be able ability لازم يكون يقدر يدير حاجة. نيسا قلنا بارك الله فيك حبيت نطرح إشكال واللي هي نقص تدريب خاصة المتخرجين الجدد من الجامعة، ما هي صحيح للمقبلين على التعليم؟ صح كاين دورات الآن أونلاين اللي ما صابش أوفلاين يبدأ بالأونلاين، وكاين دي فورماسيون غراتويت وكاين دي فورماسيون سير يوتيوب تفرجوا. أنا واحد من الناس نتعلم بزاف من يوتيوب، علاش؟ لأنه كاين بزاف دي فورماتور هاربين نتفرجوا في اليوتيوب نشوف كيفاش يدرب كيفاش يقدر يقنع كيفاش راهو الحاجة اللي تستفاد من عندها قبل تديها من عنده، يعطي لك واحد الأفكار حقيقة تطبقها راح تصيب فرق. فشخصياً نحب نتبع المدربين هذا. To be honest ما عنديش بزاف في العرب، مانيش عارف شخصياً عندي بالك عامين أو ثلاث سنوات ما كانش هكذا، مانيش نتبع المدربين العرب. ممكن كاين ما شاء الله متمكنين، كاين واحد مثلاً واحد من الناس اللي نحبهم بزاف في التدريب اسمه دريس أهلال مغربي رائع في التدريب. هذا كي تدخل الدورة تاعو مثلا، ودورة تاعو غالية جدا، ولكن تدخل الدورة تاعو صح شغل واش خلص واش راح تستفاد. كاين ثاني في الجزائر ما شاء الله كاين مجموعة ولو قليلة جدا، انا ربما نحسبهم على اصابع اليد الواحدة ولا على اصابع اليدين، وبلا ما ندخلوا في التفاصيل مانيش حاب ندخل في التفاصيل، ولكن واحد لازم له يوزن. سؤال آخر إذن فضيلات قلنا حضرت سعيد دورات وأغلبها كان لديكم منها، حضرت عند مدرب معروف هنا في الجزائر وحتى خارج الجزائر لكن لم أجد المستوى بحجم ما كانوا يروجوا الحاصل، صفت من حتى دورة ما عدا البعض فقط يعدوا على الأصابع. نفس الشيء أنا شخصيا دخلت أكثر من 100 دورة شخصيا، أغلبها عدد كبير جدا ما كانش عنده معنى كبير، ولكن كاين زوج كاين ماشي زوج ولا ثلاثة بعض معناها واحد الخمسة عشرة دورات كان عندها معنى كبير وكان عندها أثر كبير جدا في تغيير حياتي. ف مانيش خاسر في هذوك الدورات كامل بالنسبه ليا، انه هذوك باش لحقت عرفت هذوك الخمسه كان لازم نمر على واحد الباركور اللي هو فيه بزاف دجل، وبالتالي الانسان ومنها زدت تعلمت كيفاش باش نقيس هل هذه الدوره هي حقيقه ام دجل، معناها ركولات عندي تقريبا نوع من المعرفة بهذه الدورة، غير نقرأ المحتوى نتاعها أو نشوف المدرب نعرف هل هذه الدورة حقيقة ما حيكون عندها معنى أم لا. فبالتالي هذه نقطة الإنسان لازم له يلاحظها. راح أنا I learned the hard way، تعلمت بطريقة صعبة، وربما فضيلة لك أيضا تعلمتي بطريقة صعبة، ولكن لما تسقسي الناس اللي جازوا على هذا المجال ممكن يفيدوك بدرجة أكبر، وممكن ما توقعش في الأخطاء اللي يوقعوا فيها ناس آخرين وتبدأ تفرق بين الحقيقة والدجل. الولايات المتحدة الأمريكية أعطت قيمة للمهارة، هل في رأيكم أن عالم دورات سينجح وينتشر ويلقى رواجا واهتماما خاصة في الجزائر؟ هي لازمنا نسقسي وشنو هي المهارات اللي أعطت لها قيمة أولا، لأنه القرار تاع الرئيس ترامب في الحقيقة راهو يدخل في واحد الإطار اللي هو إطار رأسمالية، وبالتالي فيها واحد التفاصيل وعد أخرى مرانيش حاب نطرق لها في هذا الباب. إذا ماهيش بالبساطة التي يبدو عليها الأمر. صح استاذ محمد، كاين واحد من المدربين اللي بعض المدربين اللي نقدر نقترحهم عليك اونلاين بيان سور، كاين براين تريسي كثير منكم يعرفوا براين تريسي، كاين جيم رون واحد من اشهر ثاني المدربين اللي موجودين في العالم اللي يفيد كثير، جيم رون هذو شخصيا نتبعهم بزاف. كاين غاري في في الماركتينغ، بصح شوف غاري في عنده عليه هو فيه واحد الانسان، كاين واحد الحاجات يفيدك فيهم كاين حاجات
الانسان دائما يكون عنده التفكير الناقد هذاك بالنسبه للمدربين ولا بالنسبه للفورماتور ولا اي واحد يكون اونلاين، لازم نشوف واش راح نستفاد من لي فورماسيون تاعو الحاجه الحقيقيه. كاين اللي ماهمش دي فورماتور اون سوا، معناها يكون الباك جراوند تاعو مسوق ولا الباك جراوند تاعو استاذ ولا الباك جراوند تاعو في مجالات واحد اخرين، ولكن يكون عنده حكمه كبيره في المجال نتاعو اللي يفيدك بها. ايضا هادو كل واحد يتبعك شغل مجال معين، شخصيا ربما مهتم بالمجال مجال اداره الاعمال والمقاولاتيه ومجال التعليم، هاد زوج مجالات اللي مهتم بهم، فنشوف المدربين اللي في هاد المجالات. كاين اللي يشوف مدربين في مجالات واحد اخرين، مثلا في مجال التعليم كاين بوب بايك يسمهم عميد المدربين، وهذو اغلبهم كاين مدربين هذو قدم، معناها كاين اغلبهم هذو زوج متوفين، ذكرت لك جيم ران وبوب بايك في زوج ماتوا، لكن بقات المحتوى تاع التدريب نتاعهم قوي جدا. فشخصيا نتمتع لما نتفرج متدربين كيما هذو. استاذ فيصل اهلا. استاذ فيصل قلنا التدريب في بلادنا راهو في مستنقع الوثنية الحديثة، والله حقيقة شيء مؤسف في كثير من الدورات تسمع الدورات، لذلك ما رانيش حاب ندخل في هذه التفاصيل، ولكن أيضا واحد يحذر كثيرا من بعض الدورات التي يسوق لها، وتكلمنا فيما سبق عن بعض هذه التوجهات مثل أكسس بارز وبعض دورات طاقة وغير ذلك، فالإنسان لازم له يكون حذق في التعامل مع هذه الدورات، لأنه في بعض الأحيان يخاف على دينه، يخاف على ثقافته، يخاف على كثير من الأمور. معنى الإنسان ما ليش بالسهولة التي تبدو عليها، كثير منها في الحقيقة منشأه وثني، منشأه معناها أمور في الحقيقة واحد الإنسان لازم له يرد باله منها. يعطيكم صحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على المتابعة. إن شاء الله إذا كان تريدون موضوع آخر له علاقة بدائرة الاختصاص، لأنه كل واحد يهدر في دائرة الاختصاص، وأنا دائرة الاختصاص نتاعي هي المجال التعليمي ومجال ريادة الأعمال. إذا كان موضوع في دائرة الاختصاص ممكن أن نفيدكم به، فاطرحوه في التعليقات، ممكن إن شاء الله نعود نديروا عليه لايف ولا نديروا عليه دورة أو شبه دورة أو ورشة، لأنه حتى الدورة في الحقيقة من المفروض تتعدى اليوم على الأقل فيها نهار على الأقل، شغل هذه أقل ممكن، قل من ذلك تسمى ورشة، ويختلف أيضا الأمر من نوع النوع، ولكن في ثلاثة تقريبا دائما كاين هذا المبدأ اللي فيه جانب معرفي، جانب مهاري، جانب سلوكي، جانب أخلاقي، كل هذه النقاط من المفروض تكون في الدورات الحقيقية. إذا بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة، شكرا على المتابعة، بارك الله فيك. أستاذ بن عيسى طيبي أيضا اللي هو واحد من المدربين المتمكنين جدا في المجال نتاعو اللي هو مجال HSC أو مجال الصحة والسلامة والأمن. شيخ محمد قال لك رأي قريب تشرق الشمس عنده، لأنه شيخ محمد في الجهة الأخرى من العالم. ربي يوفقك إن شاء الله ويقدرك أيضا وييسر لك إن شاء الله كل خير. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.